الشليكي. الله أفضل من عبد الله تبارك وتعالى. وتعالى الحال والحال. كان هذا الوباء هذا ديال 4 أشهر. درنا الحجز ديالنا من الحجز ديالنا على نظام كذا الشيء اللي قالوا لنا تجازى الدين الواجب. ودابا الحمد لله غادي نمشيو داك الشيء اللي غادي يعطينا التعليمات في الجامع المؤدين اللي غادي يعطينا الجامع والإمام راه غنأديو نديرو. داك الشيء اللي كيقولوا لنا كنديروه ما غنديروش شي حاجة اللي زيد اللي خارج على الله بيدين الله غادي يأذن الأذان نمشيو قبل داك نشوفوا الإجراءات ديال المشجد ديال الإمام اللي غادي يعطيونا التعليمات تما كيفاش غادي نديرو. غادي ندخلوا بسلامة بالكمامة غادي ندخلوا إن شاء الله بالميتر. الحمد لله فرحانين الحمد لله. كنمشيو للفجر كنمشيو للظهر كنمشيو للعصر كنمشيو الصلوات ديالنا الخمس كلها كنأديوها بإذن الله. ودابا راه داكشي اللي قالوا لنا ما بين واحد وواحد غنخليو واحد مسافة واحد المسافة قانونية ديالنا وكتكون صلاة خفيفة ما فيهاش الدعاء ما فيهاش الدعاء وداكشي. وغادي نأديو الواجب وما كاينش الدعاء الصلاة خفيفة. شنو الاحساس ديالكم وانتم داخلين المسجد تاديو الصلوات الخمس من بعد ما انكم تحرمتوا من هذا الاداء الصلاه؟ الله يرفع علينا هذه البلاء. راه السي غادي هذا هو طالع 4 أشهر ما اديناش الواجب ديال المسجد ديال الله تبارك وتعالى.